والآن إلى الأخبار الاقتصادية، حيث قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على جميع أدوات السياسة النقدية ربع نقطة مئوية، ما مقداره 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وبحسب البنك فإن القرار يأتي تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وحفز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. وللحديث أكثر عن خفض أسعار الفائدة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي مفلح عاقل. أهلا بك سيد مفلح، ويعني كيف سينعكس قرار خفض سعر الفائدة على المقترضين سواء المواطنين أو المؤسسات والشركات؟ أهلا وسهلا فيك. الواقع هناك من يتأثر إيجابيا في هذا القرار وهناك من يتأثر سلبيا، فبعض المقترضين يرحبوا بهذا القرار لأنه لا. يخفض العبء على سعر الفائدة وعبء سعر الفائدة عليهم، وأكثر واحد سيرحب هو أكبر مديون وهي الحكومة، لأنه الحكومة دينها بالدينار الأردني القائم الآن 15 مليار دينار. نعم. هذا لن يتأثر في معظمه لأنه كله دين ثابت الفائدة، لكن الديون الجديدة اللي راح تحل محل هذه الديون راح تكون بفائدة أقل ربع في المية على الأقل للثلاث سنوات القادمة. أما من يتضرر من هذا القرار بالدرجة الأولى هم المودعين الذين يعيشون على دخل ودائعهم، طبعا هذول لأنه العائد تاعهم بدهم ينخفض. كذلك قد تؤثر على ربحية البنوك لأنه معدل الفوائد سيضطر إلى تخفيض الفوائد على المقترضين بنسبة ربع في المية. كذلك هناك سندات لدى البنوك ستستحق خلال الثلاث سنوات القادمة مقدارها يمكن يقرب على 11 مليار دينار، بهذه الحاجة البنوك ستفوت عليها فوائد لأنها ستعوض السندات القائمة حاليا بسندات فوائدها أقل. لكن أنا يعني ما بدناش إحنا نكبر الصورة كثير كثير كثير. نعم. إنه أولا شيء تخفيض الفائدة هو ربع في المية. ثانيا إنه هذه الربع في المية كنسبة من تكاليف الإنتاج نسبة لا تذكر. لو فرضنا انه شركة مقترضة مليون دينار بفائدة 10% الفائدة السنوية عليها 100,000 دينار. لما بدك تقول لي نزلت ربع في المية هذه الفوائد بتنزل 2500 دينار، مش هذاك المبلغ الكبير. فإحنا ما بنعتقد انه هذه النسبة القليلة هي ستحل او ستؤثر بشكل ملحوظ على وضعنا الاقتصادي، لكنها نقطة إيجابية وستحسن إن أمكن السوق المالي قليلا. ولا أنا لست متفائلا بالسوق المالي. نعم. طيب سيد مفلح، يعني عطفا على ما تكلمت به، يعني ما هو المطلوب من البنك المركزي تجاه البنوك العاملة في السوق المحلية؟ توضيح أكثر لو سمحت. أولا البنك المركزي يقوم بواجبه من الناحية الفنية، هو مسؤول عن ثبات سعر الصرف ومسؤول عن التضخم ومسؤول عن خلق وضع اقتصادي يخلق فرص للمواطنين. أنا باعتقادي البنك المركزي يقوم بدوره من الناحية الفنية بطريقة إيجابية وحافظ على الاستقرار النقدي، وهذا أمر مهم جدا للأردن أن يكون هناك استقرار نقدي وسعر دينار ثابت. فأنا باعتقادي البنك المركزي يعني يقوم بواجبه. أما ماذا نريد أن نعمل للاقتصاد؟ أنا باعتقادي يجب أن تكون هناك مبادرات من الحكومة تخلق مناخ العمل المناسب، تخلق المجال لنمو اقتصادي أكثر. هذا من الناس المنادين أنه بتخفيض النفقات، مش بالطريقة اللي بيحكوا فيها. أنا بقول تخفيض النفقات بشكل هام جداً واستعمال هذا التوفير لإقامة مشاريع جديدة، هذه المشاريع لعلها تستوعب بعضا من العاطلين عن العمل. نعم، شكرا لك. نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي مفلح عاقل، كنت معنا عبر الهاتف.
وفي خبر آخر، بحث أعضاء غرفة تجارة الأردن مع وفد لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والعراق. وأيضا استحوذ معبر طريبيل أبرز نقاشات اللقاء والذي أغلق لسنوات جراء الأوضاع الأمنية في الجانب العراقي، ما كان له أثر سلبي على الحركة التجارية بين البلدين. وأشارت السفيرة العراقية خلال اللقاء إلى أن بلادها في الوقت الحالي تتطلع إلى خارطة للتعاون المستقبلي مع الأردن وإيجاد آلية لتبني السياسات التي تساهم في التخفيف من أي عراقيل تواجه التبادل التجاري مع الأردن على مبدأ المصالح المشتركة، وذلك للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأكد نواب عراقيون على عمق العلاقات الأردنية العراقية، داعين إلى الاستفادة من إمكانيات الأردن وتجاربها وكفاءة كوادرها البشرية في عملية إعادة إعمار العراق. كلنا نعمل جاهدين وبشكل كبير وحثيث عشان إذا في عقبات نذللها، لأنه النتائج على أرض الواقع لا تتناسب مع حجم العمل الذي بذل لتذليل العقبات. وأنا ما بعتقد الجهد كله على القطاع العام ممثل بالسلطات بمختلفها، سواء كان حكومة أو نواب أو دبلوماسية، ولكن هذا عمل تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص. فهنالك جهد مطلوب منا إحنا بالقطاع العام، وأنا بحكي عن الحكومة الأردنية والعراقية والنواب الأردنيين والعراقيين، وهنالك جهد مطلوب من القطاع الخاص. استفدنا الكثير الكثير من أشقائنا في الأردن من خلال اطلاعنا على التشريعات، من خلال اطلاعنا على مسودات القوانين المعدة للمصادقة عليها في البرلمان، وإن شاء الله إحنا راح تكون لدينا خطوط متوازية. أكد وزير العمل نضال البطيني أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الخاص بهدف حماية العاملين وضمان استقرار ديمومة العمل، وأن الحكومة وضعت خطة لإحلال العمالة الأردنية خلال 3 سنوات. وزير العمل وخلال لقاء مع عدد من المستثمرين في محافظة إربد قال إن هناك نحو 650 ألف عامل وافد في الأردن يعملون دون وجود رقابة عليهم، خصوصا فيما يتعلق بعدم الالتزام بالمهنة المسجلة في تصاريح العمل الممنوحة لهم. ونفى البطيني بشكل قاطع نية الوزارة رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة، مبينا أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لغايات إصداره عبر القنوات التشريعية. قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان بسام أبو عباس إن نحو 98% من الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة، والبالغ عددها 190 شركة، زودت البورصة ببياناتها المالية للربع الثاني من العام الحالي ضمن المدة المحددة. وأيضا أوضح أبو عباس أن النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية. أنهى قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات استعداداته لعيد الأضحى المبارك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق بنسب تراوحت بين 15% و20% عن الأعوام السابقة. ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قال خلال لقاء صحفي إن المؤشرات الحالية في الأسواق تدل على ضعف الحركة الشرائية لعيد الأضحى بسبب استهلاك المواطنين لرواتبهم قبل العيد. وأكد القواسمي أن الأسعار حاليا في أدنى مستوياتها، لافتا إلى أن الانخفاض جاء من جيبة التاجر وليس بسبب الحركة الشرائية. وتحدث القواسمي عن المعيقات التي تحد من الحركة الشرائية، أبرزها البيع الإلكتروني وعشوائية الأسواق التجارية والتراخيص، بالإضافة إلى الرسوم والجمارك وضعف التسوق السياحي. وفي هناك يعني قوة شرائية ضعيفة لهذا العيد. بطبيعة الحال يعني كانت الأسواق، أسعار الأسواق والألبسة بصراحة أسعار منخفضة، وممكن تكون من 15 إلى 20% عن الخمس سنين السابقة الأولانيات. هذا الإشي طبعا بشجع المستهلك، ولكن
المنافسة الشديدة اللي أدت إلى تخفيض الأسعار والعروض والتنزيلات، هذه كلها أدت إلى تخفيض الأسعار. ولكن تخفيض الأسعار ما بيجي من نزول رسوم أو جمارك، هو التخفيض بالنسبة للمنافسة. إحنا بنطالب أن يكون التخفيض كمان من خلال انخفاض الرسوم والجمارك، بحيث كمان نكسب التسوق السياحي، نكسب اللي جايين من برا، الوافدين اللي كانوا عندنا ويطلعوا من هون وشاريين ودوا على بلادهم. اليوم بنشوف احنا في عزوف من هذه الفئات عن الشراء الداخلي والأسواق الداخلية.